السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عجينة السمبوسة. مكوناتها سهلة جدا، عندي كوباية من الدقيق، لو عايزة تكتري طبعا براحتك، عندي كوباية من الدقيق، عندي حوالي كوباية من المية، مية عادية من الفلتر، طبعا مش مية دافية لأن ما عنديش خميرة فمش محتاجة المية الدافية، وعندي رشة صغيرة من الملح. طريقتها برضو سهلة جدا، بنبدأ نحط عندي دي كده هو، بنزل برشة الملح بالشكل دوت عليه وابدأ انزل بالمية طبعا بالتدريج. عايزة احصل على عجينة متماسكة كده هو، هعجنها ولازم نديها وقت حلو في العجين. عايزه احصل على قوام عجينه متماسكه. بديها سنه ميه، الميه طبعا لازم انزل بيها بالتدريج، مينفعش انزل بالميه مره واحده عشان ابقى متحكمه في العجينه بتاعتي بالشكل دوت. هكمل عجن واخلص، او اخلص العجين واوريكم المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها ازاي وشكل العجينه ايه. خلصت العجينه بتاعتي، شايفين القوام اللي احنا عايزين نوصل له ده، القوام بتاع العجينه مش بتلزق وفي نفس الوقت فيها سن الطراوه، ماسكه نفسها مش لازقه في ايديا، مش لازقه كمان في الطبق بالشكل دوت كده. هسيب العجينه بتاعتي ترتاح لمده ربع ساعه، هغطيها بستريتش رول او فوطه نظيفه، بسيبها ترتاح لمده ربع ساعه ونرجع مع بعض نشكلها ونشوف هنعمل فيها ايه. العجينه بتاعتي سبتها ارتاحت خلاص، هي اللي نبدا نشتغل فيها. هاخد العجينه كده اهوت وهنزل عندي على الرخامه بتاعتي برشه بسيطه جدا من الدقيق. هاخد العجينه بتاعتي طبعا وهعملها على شكل اسطواني بالشكل دوت كده اهوت. وهبدا اقسمها لقطع او اجزاء متساويه، هعملها على 5 فطاير، احاول على قد ما اقدر ان كل قطعه هتبقى قد القطعه التانية. ممكن مثلا نحط كده اهوت بايدينا، بس الصوره تبقى واضحه كده اهوت، واقطع كده 3 صوابع، ادي اول جزء، نحط كمان التاني، 2 3، وهي عملت معايا 4 فطاير. ماشي تمام كده، لو حاسه ان انت بتشتغل حاسه ان جزء اكبر من جزء، حاسه الجزء دوت اكبر، ممكن اخد منه قطعه كده اهوت واحطها هنا وابدا اخد القطع بتاعتي بالشكل دوت، وهبدا الفها كده اهو بالشكل ده. هكرر طبعا نفس الخطوه مع كل القطع اللي احنا قطعناها، تاخديها كده اهوت تلميها، حاولي ان انت تظبطي يعني كل المقاسات قد بعض، ولو عندك ميزان ممكن توزني كل قطعه بحيث كل القطع تبقى قد نفس الحجم بالشكل ده كده. عملت ال4 كور اللي عندي بالشكل ده، وحاسه دي ممكن تكون اكبر، استنى كده اهوت ناخدها هنا اهو كده. كده ال4 قطع تقريبا في نفس الحجم، نبدا نشتغل نشوف هنشتغل فيهم ازاي. باخد اول قطعه كده اهوت وارش رشه صغيره جدا من الدقيق، وابدا افردها بالطول وبالعرض كده اهو. شغل السمبوسه سهل جدا طبعا، طعمها جميل كلنا بنحبها. ما بتغلبيش نفسك في الفرد بالشكل ده كده. فردت اول فطيره، باخد الثانيه ليها رشه صغيره برضو من الدقيق، بفردها بنفس المقاس you
تقريبا كده هو قد بعض. باخد الثالثه بكرر الخطوه دي مع كل الفطاير، حفرت كل الفطاير اللي عندي وارجع اكمل معاكم. خلصت فرد كل كميه الفطاير اللي عندي، بعد كده هو هاخد اول فطيره ان انا بدات افردها، مش مهم على فكره الترتيب يعني، بس بتبقى كل ما بتاخدي اول حاجه بتبقى ارتاحت اكتر. عايزه اقول هنا على ملحوظه، انا عملت هنا كوبايه واحده من الدقيق عملت معايا الاربع فطاير، لو انت عامله كوبايتين هتشتغلي بنفس الطريقه، بس الخطوه اللي جايه دي تشتغلي باربعه، يعني تقسميها مثلا هتبقى لو هي كوبايتين ممكن تتقسم معاكي على 8 فطاير، تشتغلي باربعه لوحديهم وكمان اربعه تانيين لوحديهم. فتمام كده، وانا عشان عندي اربع فطاير هشتغل فيهم مره واحده. عندي كده اهوت اهو اول فطيره، وهبدا ارش عليها كده اهو الدقيق بالشكل ده، ترش عليها دقيق، تاكدي ان هي اتغلفت بالدقيق، وتاخدي كده اهوت نركن دي على جنب. ناخد الفطيره الثانيه بالشكل دوت وندهنها بالزيت. تاكدي ان انت دهنتي كل الفطيره بتاعتك بالزيت. هناخد الفطيره اللي احنا دهناها بالزيت هنحطها على الفطيره اللي احنا رشينا عليها الدقيق بالناحيه اللي هي مدهونه بالزيت كده اهو، تمام بالشكل ده. وش الفطيره اللي فوق هرش عليه رش الدقيق. تحاولي تظبطي الفطاير على بعض بالشكل دوت. ناخد فطيره تانية بندهن وشها بالزيت. يا رب تكون المعلومه واصله. اتاكد ان انا دهنه كل الفطيره بتاعتي بالزيت بالشكل دوت. هاخد الفطيره اللي دهنتها بالزيت واحطها على الفطيره اللي انا رش عليها الدقيق كده اهوت من الناحيه اللي مدهونه بالزيت بالشكل ده، وهكرر برده نفس الخطوه رشه الدقيق بالشكل ده، واخر فطيره عندي هرشها هعملها بمسحها بالزيت بالشكل ده كده. احطها من الناحيه اللي مدهونه زيت على الناحيه اللي فيها فطير. اخر فطيره فوق هرش عليها دقيق، مش هحط عليها زيت بالشكل ده. معلش انا خدت الخطوه دي كامله معاكم بس عشان ايه ما نتوهش في اعمال السمبوسه بالشكل دوت. هبدا ان انا افرد الفطير كده اهوت كله مره واحده. هنا بقى عندك اختيارين، عايزه تفرديها شايفين كده اهوت، عايزين نظبط الفطير على بعضه على قد ما نقدر اهو كده. هنا عندك بقى اختيارين، الاختيار الاول ان انت تفرديها على شكل مستطيل او ان انت تفرديها على شكل مدور، على حسب ما انت بتحبي. لازم وانت بتفردي العجينه تقلبي العجينه عشان تتاكدي ان الفطير كله على بعضه في نفس الوقت، ان اللي تحت اتفرد زي اللي فوق كده اهوت. وانت بتفردي بتظبطي بالشكل ده، بتفرديها لسمك رفيع، تفرديها على مستطيل براحتك، عايز تفرديها على شكل مدور براحتك. شايفين انت بتفردي بتقلبي كده اهوت عشان تظبطي الفطاير كمان على بعض. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده في الفقرة دي، هفردها واوريكم شكلها النهائي ايه. ده شكل العجينة بتاعتي بعد ما فردتها. هاخدها على النار، نشوف هناخدها نحطها ازاي على النار. حاطه الستاك بتاع الفرن حطها على النار، وحطها بالمقلوب على نار هادية جدا. يلا نحطها مع بعض على الفرن على النار. شلت العجينه بتاعتي من على النار، خلاص استوت ما اخدتش وقت خالص طبعا معايا. هبدا اساوي الاحرف بتاعتها كده اهوت. الزيادات دي مش هنشيلها، هنشوف هنعمل بيها ايه، مش هنرميها كده اهو. هنسويها كده اهو. اصبحت معايا العجينه كده هو زي ما احنا شايفين متساويه. هبدا اقطعها لشرايح، اقسمها لثلاثه، واحد اثنين ثلاثه بالشكل ده، الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. هبدا ان انا افصل الشرايح بتاعتي، شايفين هتتشال معايا بكل سهوله، شايفين طريه جدا سهله جدا اهو زي ما احنا شايفين اهو، شايفين طريه وجميله. هكمل كل الشرايح اللي عندي بالشكل دوت.
طلع كل الشرايح. الشكل اللي احنا شايفينه ده هكمل كل الكمية اللي عندي. عشان بس وقت الفيديو عليكم فرجيها كده اهوت اهو شايفين بكل بساطة بكل سهولة شايفين قد ايه طرية اهي معانا طرية وجميلة جدا. هكمل كل الكمية اللي عندي ونرجع نشوف شكلها النهائي ايه. خلصت فصل كل الشرايح اللي عندي شايفين اهي جميلة جدا وطرية واهو بالشكل الدبل بالشكل احنا شايفينه. سهلة جدا ما اخدتش مننا اي وقت. طبعا بتحشيها بلحمة مفرومة او بجبن او حسب الحشوائط اللي انت بتحبيها بتفضليها. نشوف هنحشيها ازاي. هتحطي معلقة صغيرة من الحشوة كده هو بتعملي الاول مثلث بالشكل ده ترجعي تعملي مثلث تاني بالشكل ده وتحطي الحشوة اللي انت عايزاها. عشان بس الخطوة دي في ناس كتير ما بتعرفش تعمل تلف السمبوسك فهنقول كمان بالمرة. انا عندي كده هوت الشريحة بتاعت السمبوسك بالشكل دوت هبدأ اعمل كده هوت مثلث يا رب تكون واضحة وارجع اعمل كمان مثلث تاني بالشكل ده وهبدأ احط الحشوة في الجزء دوت كده هوت وابدأ الف المثلث بتاعي واقفل كده هوت بالشكل ده والف واقفل. قفلة عجينة السمبوسة لازم يبقى عندي بالشكل ده هيبقى شكلها. قفلة عجينة السمبوسة بتحطي معلقة من الدقيق تحط عليهم معلقة من المية بتستخدميها كمادة لاصقة وتبدأي تدهني بيها الجزء دوت اللي هو انت هتلزقي عليه وتحط كده هوت بيبقى شكلها جميل جدا. ودوت شكلها بعد ما بتطبق. ودي عندي السمبوسة بتاعت النهاردة كانت وصفة النهاردة. اتمنى ان هي تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة اعملوا لي لايك وشير والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.